السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبائي في الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نعجنوا معكم الخبز ديال الدار، الخبز ديال لاطامو. السلام عليكم. الخبز ديال لاطامو ديال البلاد ديال مراكش. ها هو كي تيجي رطب وزوين، فش ورطب بحال الخبز ديال البلاد تاع لاطامو المراكشية، كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نمشيو معكم ديريكت باش ندوزو المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، احبائي في الله. بالنسبه للخبز اللي غادي نعجنو معكم اليوم، اللي هو خبز مغربي 100%، غادي نحتاجو ليه ندوزو ديريكت طريقه المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق فورس الابيض اللي على هذا الشكل هذا، وغادي نحتاجو 250 دقيق ديال الفينو سنيد السميده الرقيقه على هذا الشكل هذا، 250 250. غادي نحتاجو واحد الملعقه صغيره ديال الحليب المجفف، غنحتاجو نصف ملعقه صغيره ديال الملح، غادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال السكر سنيده او السكر الخشن، وغادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه. بالنسبه لما عندوش خميره فوريه ممكن يستعمل الخميره المعجنه، وغادي نحتاجو تقريبا ثلاثه معالق كبار ديال الزيت. انا عندي الزيت مخلطه بين زيت العود وزيت المائده، زيت الزيتون وزيت المائده. غادي ندوزو معكم ديريكتومو لطريقه التحضير، احبائي في الله خليكم معنا. اخوان بسم الله على بركه الله، غادي ناخذوا هذا البول ديال العجنه هذه، وغادي نضيفو فيها الخميرة الفورية ديالنا اللي هي قلنا ملعقة صغيرة، غنضيفو عليها السكر خشن أو السكر السنيدة، غادي نضيفو عليها السميدة، غادي نضيف عليها الكأس ديال الماء، الماء بطبيعة الحال الماء اللي يكون دافئ، نضيف الدقيق، الحليب المجفف، نضيف على الزيت تقريبا واحد جوج حتى ثلاث معالق ديال الزيت. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الحليب المجفف ممكن تضيف ربع كاس ديال الحليب يكون دافي. غادي نضيفو تقريبا جوج حتى ثلاث معالقات ديال الزيت، ضربنا في السكر. وبالنسبه للسكر كيعطي واحد اللون زوين ذهبي. غادي دابا غادي نعجنوا العجينه ديالنا، خليكم معنا اخوتي. اخوان من بعد غادي نحاولوا، بالنسبه للسيزو اللي كنعجن به هو هذا اللي داير بحال الفاس، غادي نحاولو نعجنو العجينة ديالنا. ومن طول الإخوان كنبقاو نزيدو في الماء دافي حتى كنحصلو على واحد العجينة اللي هي متماسكة، نستمر على الشكل حتى تعجن العجينة مزيان ونحصلو على العجينة متماسكة الإخوان. والماء نبقاو نضيفوه به بشوية بشوية حيت صديبو على حساب الدقيق، كاين دقيق اللي كيشرب الماء بزاف وكاين دقيق اللي مكيشربش الماء. اوكي احبائي في الله، رجعوا من بعد ما تعجلينا العجينه ديالنا. اخوان بعد ما تعجلتنا واحد شويه على هذا الشكل هذا، غادي نضيفوا الملح ديالنا. الملح كنحاولوا نتركوها هي الاخرى حيتاش كتهرس لنا المفعول ديال الخميره، سي بو سا كنخلوها حتى كتعجن واحد شويه عاد كنضيفوا الملح. ودابا غادي نخلوها تدور واحد 2 مينيت، واحد 2 دقائق تقريبا، وغادي تكون لاباط ديالنا راهي واجده ان شاء الله. اخوان بعد كنحصلوا على عجينه على هذا الشكل هذا، كما كتلاحظوا معايا ما كيتلصقش في اليد. غادي نضيفوا عليه واحد شويه ديال الزيت على هذا الشكل هذا، غادي بون زيت العود ولا زيت المائده، بالنسبه لي انا داير الزيت المخلط. وغادي نغطوها ببابي اليمونتير ولا بابي فيلام، وغادي نتركوها واحد المدة بيد ما يضاعف الحجم ديالها وتخمر لينا. نحاولو نغطيوها
ونتركوها واحد المده باش ما تعبش الحسم ديالها وتصبر لينا ونرجع معكم احبائي في الله. اخوان عدنا لكم من جديد بعد ما ضعف في الحجم ديالو خمر لنا الخبز ديالنا. غادي ناخذ البانسون على هذا الشكل هذا احبائي في الله. ولا تكون عندكم شي قليعه بحال هكا هذا غادي نضيفوا فيها الماء. انا بالنسبه لي عندي هذه القليعه، ما عندكمش هذه القليعه ممكن تستعملوا البانسون. انا غادي ناخذ هذه وغادي نحاول نرش عليها الماء على هذا الشكل هذا احبائي في الله. الفران راه سخون، راه شعلتو جات عليه. دابا غادي نحاولو ندخلوهم الفران احبائي في الله. خليكم معنا من بعد ما يطيب لنا الخبز ديالنا ونشوفو الشكل النهائي ديالو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احبائي في الله، كيف دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الاكله اللي هي محبوبه المغاربه، كليتها في مراكش بزاف بزاف. باناشي، خبزة ديال باناشي كتجي يا سلام، مكاينش اللي مواكلاش في البلاد. هاد الأكلة هادي كتمتاز بالنسبة للمكونات ديالها. غادي نحتاجو صدر الدجاج بعد ما قطعتو مرصوات صغيورين، غنحتاجو الكفتة، غنحتاجو الصوصاص. بالنسبة للناس اللي عندهم القلب واللي عندهم الكبدة ممكن تاهي يضيفها، راه كتجي أكلة يا سلام. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للعطريه اللي غادي نعطر بها الكفته ديالي، بالنسبه للكفته غادي نحاول ندير فيها غير الابزار وشويه الكمون وشويه القزبر، غير واحد شويه القزبر، شويه القزبر دقوق. وغادي ندير فيها الملح، علي من الملح. وبالنسبه للدجاج عندي غادي ندير فيه الكفته، غندير فيه سمحوا لي الثومه، ندير فيه شويه الكركم، الخرقوم البلدي، ندير فيه واحد شويه سكنجبير، شويه الكمون، والقليل من الملح، قليل من الابزار. وغادي ندير للناس اللي كيبغوا السودانيه الحار، غادي نرافقها مع واحد شويه هنا وشويه مع الكفته. هذه هي العطريه اخوان الاخوات باش عطلنا الكفته والدجاج ديالي. وكتبقى صديبو على حساب كل، وكاين اللي كيبغي يزيد كاين اللي كيبغي ينقص، الاختيار كيبقى لكم. غادي ندوزو دابا معكم ان شاء الله باش ندوزو المرحله ديال التحضير. هذا البلا هذا غادي يخصني معاه كما قلت لكم، غادي نقدم معاه ميطيشة وبصيلة. هادو هما المكونات اللي عندنا احبائي في الله. غادي ندوزو معكم على بركة الله ديريكت هوم طريقة التحضير. خليكم معنا خوتي خواتاتي، عدنا اليكم من جديد احبائي في الله. بسم الله على بركة الله. دابا غادي ندوزو باش نطيبو الأكلة العجيبة ديالنا ديال اليوم باناشي. غندير واحد شوية الزيت، المقلات مع أنا غادي نستعملها في هاد المقلات هادي بعد ما سخناها. غادي نضيف فيها الصوصات ديالي، غنضيف الدجاج وغنضيف الكفتة. هذا باناشي كناكلوه الناس ديال مراكش، كيلاه في مراكش، تحية الناس ديال مراكش. كيجي هائل هائل بزاف. غادي نضيفو عليه البصل، كلشي كيتخلط. غنضيفو عليه المطيشة، الناس اللي كيبغو مطيشة يضيفو مطيشة، اللي مكيبغيش مطيشة لا يضيفش مطيشة. Thank you.
باناشي نز خاطر نز باب الدكالة هنا السويقة هاكي لا تما تبارك الله بزاف نحاولو ما نجيش الغرابة غادي تبعوك ديال القص القص ديال بلوكيتي واحد شوية أكلة واعرة الإخوان هادي ما تحضروها الأكلة إلا ما تجيها سهلة طناشي مدخن غادي نستعمل هاد الفارشية هادي باش نحاول نفصل هادو بعضياتهم بهذا الشكل هذا حتى إن شاء الله داير شي بروجي هنا فرنساني خوان كيما كتلاحظوا معايا المسائل ديالنا راه طاب زدت عليه واحد شويه طوماط صغير من الفوق اللي تبقى اختياريه غادي نقسمو على جوج حيت مادام ما بغاتش البيض انا غادي نزيد فيه البيض غنضيف فوق واحد البيضه من الفوق بهذا الشكل هذا اللي ما بغاش البيض ما يديرش البيض اللي بغى البيض يدير البيض والاختيار كيبقى لكم احبائي في الله دابا الاخوان غادي في الفرماج ديرو الفرماج ديالنا من الفوق حيت الوجبه ديالنا راه الشكل النهائي ديالها هو هذا غادي نديرو غير الفرماج يذوب معاهم والطلا ديالنا غادي يكون جاهز احبائي في الله اخوان عدنا اليكم من جديد مع الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم ديال البلا ديال اليوم تبلينا الاعجاب ديالكم هذا البلا راه مراكشي هذا راه باناشي فما شفتو في مراكش تاكلوه قهوه كيجي على هذا الشكل هذا هذا فيه البيض هذا ما فيش البيض مدام امبورتي ولا تاكلي هنا معنا نجيب الخبز الخبز ها هو الخبز بالنسبه للخبز اللي عجبنا معكم اخوان ها هو الخبز ديال بحال الخبز تاع لاطامو تاع البلاد ما غاكاش ها هو شي كيجي انا درتو القهوه انا بغيتو في نص عافاك واه راه النص كيجي مزيان هو اللي بغيت انا كنديرو نص انا كنديرو في البلاد اوكي عطيوهم الماكله بحال هكا الخبز جدا زوين عطاب زوينه ايه بالنسبه للناس اللي بغاو غلاض ما يرقيوش مزيان مي تكونوا كتقرصوا فيه ما تقرصوش بزاف باش يكون شويه غليظ هذا هو الشكل احبائي في الله ومن الفوق درت فيه شويه النافع وشويه الجنجلان جنجلان وين لا جنجلان شويه جنجلان وشويه البافو وي ايوا هذا هو الشكل النهائي هذا هو البلا ديال اليوم الاخوان تمنينا الاعجاب ديالكم ومع هذا انا في وصفه قادمه ان شاء الله واخا اليوتيوب هذا عيان وثقيل السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله